أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم. أهلا بيكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله نقدم في الحلقة الجديدة استكمال لحلقات شم النسيم، هنعمل كيكة أو خبز شم النسيم اللي هو بيبقى عبارة عن عجينة زي الخبز كده، هي لا منها كيكة ولا منها خبز، بتتعمل هي قريبة للدوناتس، يعني العجينة بتاعتها طريقتها شوية مايلة للدوناتس يعني. بنعملها بس بنحط فيها بقى البيض الملون، والبيض الملون هتلاقوه في الحلقات اللي قبل كده. مكونات الخبز ده عندنا هنا 450 جرام دقيق منخولين، دي ده خاص بالمخبوزات، عليهم معلقة صغيرة ملح. عندنا هنا 300 ملي لبن بس يكون دافي، لا هو سائع ولا هو سخن، يكون دافي عشان الخميرة، ومعلقتين كبيرة خميرة، و15 جرام زبده. وطبعا الجرامات دي انا بتكلم بالجرامات عشان لازم نكون دقيقين شويه في الحاجات الخاصه بالخبز وكده. هنيجي بقى للطريقه بتاعتها. هنجيب اول حاجه هنا هنحط البتاع اللي هي بتاعت العجانه الكبه، وهنحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الدقيق ده، دقيق مع ملح زي ما قلت لحضراتكم، هنحط عليه الخميره كده، هنحط الزبده بعد الاول بس ما ندوب الخميره مع الملح شويه. نجيب هنا على بتاعه العجل، هنقلب بس الخميره مع الملح عشان كله يمتزج مع بعض. هنحط ال 15 جرام زبده مع الدقيق هنا، وهنضربها يعني هنفضل نخفق فيها كده لحد ما يبقى الدقيق عندنا كانه زي الرمله، زي القوام اللي هو الرملي. هنمزج الزبده مع الدقيق، كده الزبده امتزجت مع الدقيق بقى دي عامل زي الرمله. هنجيب بقى دلوقتي هنشيل بس دي، هنحط اللبن بالتدريج واحنا والمكنه شغاله زي ما هي، هنشغل كده وهنفضل بقى نحط اللبن بالتدريج وهنسيبها تتعجن لمدة 10 دقايق. هنحط شوية بشوية كده لحد ما نلاقيها كلها بقت كتلة واحدة. انت كل ما تعجني فيها كل ما هي هتطلع، هتلاقيها بتلف وتمسك اكتر، وممكن انت تعجنيها بايدك لو عايزة يعني. هي بدأت تتشكل عندنا دي، هنسيبها تفضل تتعجن كده لمدة 10 دقايق كاملة. انا هعجنها واوريكي دلوقتي المفروض بعد ما بنعجنها بنحطها في حاجه بلاستيك ونسيبها لحد بس عشان الصوت بس، دي هتتعجن لمده 10 دقايق وبعدين نحطها في حاجه بلاستيك، ما تحطيهاش في حاجه حديد، وتغطيها وتسيبها لحد ما تضاعف حجمها وتخمر. وانا هوريكي انا كنت عامله واحده من قبل كده، هوريكي بعد ما خمرت تبقى شكلها عامل ازاي ونبتدي بقى نشكلها. ودي اهي شكل العجينه بعد ما تضاعف حجمها وخمرت. العجينه في ناس بتحط لها الوان طعام تبقى عايزه تلونها، يعني بتروح عامله مثلا ضفاير كده شرايط منها وحاطه لكل شريطه لون وتلفها في بعض عشان تبقى الوان الطيف، يعني عشان احنا في الربيع والوان وكده. احنا هنلمها هنا اهو، هنجيب بس شويه دقيق
لو فيها شوية ألوان ولا هتفرق، لأن هي أصلا المفروض فيها تعملها ملونة. هنبتدي ايه، نفردها بالطول كده. نخليها كلها حته يعني طول متساوي، ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه، عشان تبقى كلها في السوا درجه السوا بتاعتها واحده، ما تبقاش في حته استوت قبل الثانيه. احنا هنلفها على الطريقه بتاعت اللي هي ايه، الكحك التركي اللي احنا بنروح عاملينه وبعدين نبرمه. بس في حاجه، في ناس بتروح مقطعه العجينه اتنين، يعني بتقسم دي اتنين وتلف الاتنين في بعض. احنا مش هنعمل كده، لان في مشكلة ان لما بيجي الطرف ده مع الطرف ده نيجي نقفلهم ويكونوا اتنين في النار مع الخمورية بيفك. فانا هقولك هنا الحل ايه الاسهل من كده. عايزين بس نطولها من هنا اهو شوية كده. احنا كده اهو، لو الكاميرا جايبه كل ده، عشان بقى نحل المشكله بتاعه الطرفين دي هنعمل حاجه. احنا عندنا اهو اول طرف، هنجيب اول طرف مع تاني طرف كده بالشكل ده وهنبرم كده وهنلف كده. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنسوي فيها وهنحطها. هنجيب بقى البيض الملون اللي احنا عملناه، هنفتح بين كل حتة لف الضفيرة والتانية ونحط بيضة، يعني اهو كده لو باين كده للكاميرا كده. نجيب مثلا احمر عشان ايه يبقى فيه شويه تناسق في الالوان، ونحط البيض بين العجين، لان كده كده العجين ده هيخمر فهو هيمسك فيه طبيعي. نجيب اسود، نجيب لون ايه تاني اخضر، مخدناش اخضر. نجيب اورنج اصفر بالشكل ده، اورنج كمان واحد. لازم بس نظبطها شوية عشان تبقى كلها ايه شبه بعض. الشكل ده هندخلها الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره متوسطه لحد ما تستوي، واول ما وشها يحمر هنطلعها وهندهنها بشويه زيت بس شويه صغيره جدا عشان بس نلمعها. هدخلها الفرن ولما تطلع هوريكي شكلها في الاخر اهو. وهنا شكلها بعد ما استوت وطلعت من الفرن.
خدت مني حوالي 25 دقيقة. هنجيب بقى زي ما قلت لك زيت، ممكن ناس تعمل الخطوة دي ممكن ما تعملهاش، بس كمية بسيطة جدا، ونرجع نمسحها بمنديل تاني. احنا بس عايزين نديها لمعة، نديها كده بالزيت بالشكل ده كده. عشان بس ايه نديها لمعة حلوة كده. ايه انا قبل ما ادخلها الفرن دهنتها بيض، عشان برضو انا الخطوة دي نسيت اقول لكم عليها. اهو دهناها كده بالشكل ده. هنجيب بقى منديل نضيف نمشيه بالراحة قوي كده، نشيل بس الزيت الزيادة. ده كده هنجيب بقى الحاجة اللي هنقدم عليها. انتي طبعا قدميها حسب الذوق، يعني دي حاجة ترجع لك انتي، قدميها بالشكل اللي انتي عايزاه. انا بحب اقدمها هنا على بلانشة خشب، منها تبرد ومنها ايه شكل جميل. دي سخنة جدا زي ما انتي شايفة، وزنها خفيف وانا بشيلها حتى. ممكن حتى نجيب هنا شوية بيض من اللي احنا لوناه في الحلقة اللي فاتت، نحطه كده. بالشكل ده. ودي طبعا تتقدم على السفرة مع الفسيخ والرنجة ووصفات شم النسيم طبعا، وبألف هنا وشفا، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة، وهستنى تطبقوها وتقولوا لي تطبيقكم عامل إزاي، ويا رب تعجبكم. وكل اللي بنقدمه كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. ودي كانت حلقتنا للنهاردة، إن شاء الله أشوفكم في الحلقات الجاية مع مطبخ الشيف نيفين وبوابة أخبار اليوم. إلى اللقاء.